السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم إيه؟ معاكم محمد زي إيجيبشن فيش توك. أنا النهاردة جبت سمكة فايتر زي ما أنتوا شايفين كده. أنا كان عندي تغطية شيبمنت أو شحنة سمك النهاردة. أنا في العادي على عندنا على الجروب زي إيجيبشن فيش توك، وأنا حاطط لينكه تحت في الديسكريبشنز، إن إحنا لما بتيجي شحنة سمك في مصر بنزل أعمل عنها لايف، بصور لايف ونتكلم عن الأسعار والمستويات اللي جات وكده. فمن الحاجات اللي عجبتني اللي جات المره دي فايتر دبل كراون تيل، وعندي حوض صغير، فقررت ان انا اصور الفيديو ده عشان اشرح لكم ازاي تعمل حوض فايتر. هل البوله تنفع؟ هل الكلام ده ينفع؟ ايه اقل حاجه انت محتاجها وايه اعلى حاجه انت محتاجها؟ من غير كلام كتير تعالوا نخش في التفاصيل على طول، يلا بينا. طيب زي ما انتم شايفين كده بالظبط، ده يعتبر حوض مثالي للفايتر. طب ده مقاساته ايه؟ ده حوض ازاز عادي جدا، 20 سنتي في 20 سنتي في 20 سنتي، يعني الموضوع كله بسيط ويتعمل بتقطيع ازاز بسيط. ممكن يكون متكلف ده معداش 50 60 جنيه مثلا، يعني دريفت وود او خشب غاطس زي ما بيقولوا. ده بواقي خشب غاطس كمان كان عندي انا حطيته، والميه دي قديمه جدا لدرجه ان طلع طحالب عليها. انا كنت راكن الحوض اصلا ما بعملش بيه اي حاجه، وانا بس هو متعكر معلش عشان لعبت فيه وانا بشتغل عشان بظبط شويه حاجات يعني. طيب هل الفايتر بيحتاج فلتر؟ اي سمكه في الدنيا بتحتاج فلتر، اي سمكه. ايه اصغر فلتر ممكن تحط؟ ده اللي جوه ده فلتر اسمه اكس لونج، صغير جدا يعني يعتبر قد كف ايدي. ده اصغر حجم فلتر موجود، بحيث ان هو ما يعملش تيار عالي في المية. يعني احنا لو بصينا على التيار، بص مفيش بقى، حاجة بسيطة جدا عشان الفلتر ما بحبش التيارات العالية، وفي نفس الوقت يفلتر المية. طيب بنتكلم على الاضاءة، الاضاءة اضاءة عادية جدا، شوية شرايط ليد محطوطة في بيت خشب فوق. الفلتر ده بخمسين جنيه، والإضاءة دي ما اتكلفتش كلها على بعض بالترانس بتاعها خمسين جنيه، يعني احنا بسم الله الرحمن الرحيم كده بنتكلم في 150 جنيه. والخشب ده ما فيش بعشرة جنيه مثلا، او ما لوش عدد، ممكن ما تحطش خشب، ممكن تحط اللي انت عايزه او تزرع الحوض. وأرضية أنا حطيتها لافا روك هنا، ممكن تحط كوارتز أسود، ما كملوش كلهم 3 كيلو على بعض، يعني أنت بتتكلم لو كيلو الله، يعني لو بتتكلم لو الكيلو ب 15 جنيه يعني ادي 50 جنيه كمان، ممكن اقل، ممكن تجيب حاجات اقل بكتير اللي يريحك. المهم ان هي تكون حاجه ما بتتفاعلش مع الخل، فبتتكلم تقريبا في ما فيش يعني 30 جنيه كمان، ادي 180 جنيه اللي هم ما كملوش، يعني بتتكلم في 10 دولار، يعني موضوع كله ما كملش 10 دولار على بعض. وطب احنا بنتكلم دلوقتي في بورت مهم جدا كنا بنتكلم عليه، التدفئه. ده سخان اسمه ار اس 25 واط، صغير جدا، ثيرمال ستيت او ثيرموستات زي ما بيقولوا عليه بالمصري. هحطه دلوقتي في الحوض، بس كده ورا نبص عليه برضو، يعني ادي السخان وادي الفلتر، شوية داك ويد من النباتات الجميلة اللي بتسحب الامونيا من المية وبتظبط الدنيا، و ترمومتر عشان نقدر نقيس بيه درجات الحرارة، وبس الموضوع في منتهى البساطة. طيب هل الفايتر يقدر يعيش في بولة؟ البولة ما فيهاش اي طريقة للفلترة. يعني ايه؟
يعني انت لما تيجي تفلتر مثلا ميه وكده، ما فيش مخلفات السمكه نفسها، ما بتتشالش، هيحصل تسمم امونيا، تحصل مشاكل. طبعا الفايتر ما بيحبش الكلام ده، فصحته هتتدهور والسمكه مش هتبقى ماشيه كويس. يعني هو ما شاء الله ده ميل كراون تيل لطيف جدا جدا جدا، هنصوره كمان فيديو ان شاء الله لما ينزل نتفرج عليه سوا. طيب نراجع مكونات الحوض تاني. مفيش حوض ازاز، 20 في 20 في 20، ارضية عادية جدا. شوف انت حابب تحط ارضية ايه اللي يريحك انت. خشب غاطس، مش شرط كمان، ممكن ما تحطش خشب غاطس، ممكن تزرع، ممكن تسيبه على كده اللي بيريحك برضو. فلتر صغير قوي ما يعملش تيار يضايق الفايتر، وسخان اصغر حاجه ممكن تستخدمه. الموضوع لطيف وسهل، مش صعب، مفهوش معوقات قوي. لكن هي الفكره ان انت قصه ان انت تجيب سمكه ما تحطلهاش حتى المينيمم ريكويرمنت بتاع او الاقل حاجه هي محتاجاها عشان تعيش، فده الكونسبت مش صح. ان انت عندك فكره ان الفايتر ده ممكن يعيش في كوبايه، ما هو يقدر يتنفس من الهواء، او بيعيش في كوبايه وكل حاجه، بس وباء. وبعدين ما انت تقدر تتنفس مثلا في مكان ضيق جدا، ماشي، ومدخل لك هواء. طب المخلفات، الاكل، بواقي الاكل، الكلام ده هيروح فين؟ هيتحلل؟ ايه اللي هيحصل له؟ هيبقى ايه؟ دي اسئله محتاجه اجابه. انا افكر دلوقتي اضيف شوية جافا موس الزرق. اول فايتر ما بيجيش ناحية الـ النباتات في اي حاجة خالص، فهنضيف له نبات كده مثلا ولا حاجة. استلفنا من حوض الجمبري اللي جنبنا شوية كريسماس موس، نعمله شكل كده بس. يعني ميزه الموسس برضو ان هي ايه، تنمو في اي حته، يعني تحطها شغاله معاك في اي حاجه، مفيش اي مشكله في الموضوع خالص. فادينا بنأقلم السمكه. هي دلوقتي اللي انت بتعمله المفروض ان انت بتحط انت جايب الكيس من بره وفي السمكه، فدرجه الحراره بتبقى بتاعت الكيس او الميه اللي جايه منها وانت جاي من بره مختلفه عن درجه حراره الحوض. فكل اللي انت بتعمله ان انت بتاخر شويه او بتظبط شويه الدنيا دي، يعني درجه الحراره اللي في الكيس تاخد نفس درجه الحراره اللي في الحوض، عشان السمكه ما تجيلهاش صدمه من اختلاف درجات الحراره. والسمك بيموت بسبب الصدمه دي عادي جدا، وبتحصل له مشاكل بعد كده يعني. فانا ما بحبش الموضوع ده. ما انصحش برضو ان انت تحط المية اللي جاي بيها السمكة في الحوض، يعني انت تاخد المية اللي جاي بيها السمكة في الكيس دي هترميها وتنزل السمكة لوحدها عادي جدا. فده برضو احد النصايح اللي حابب اضيفها لكم. عموما احنا هنستنى كده بتاع ربع ساعة وبعد كده ننزل السمكة الحوض على طول. طيب كده اعتقد الربع ساعة عدت. تعالوا ننزلها نشوف الاخبار كده. احنا ما بنضيفش الميه اللي جاي معاها السمكه عشان لا تكون في امراض، ما نساهمش في نقل الامراض يعني احنا ما نساهمش في نقل الامراض للسمكه. عايزين بقى نشوف كده بس الفلتر عامل لها تيار قوي مضايقها ولا حاجه ولا لا، ونصور بعد كده من قريب قوي نتفرج على الفايتر ايه الاخبار بتاعته. والحوض دلوقتي نازل فيه السمكه قاعده جوه لسه خايفه. بس انا لاحظت وانا بصور ان الازاز مش نقي قوي، واكتشفت ان الموضوع ده من الازاز من بره. اقول لكم سر كده، انا بعمل انضف بيه الازاز، بجيب خل بمسح بيه الازاز كويس او من بره. الخل بيشيل الرواسب بتاعت الملح والكلام ده كويس جدا، ابو زي ما انتم شايفين كده، بيفرق في التنظيف بطريقه كبيره يعني. فاحنا نحاول كده ننضفه عشان لما نيجي نصوره يبقى ايه، نعرف نتفرج عليه.
طيب ده حوض الفايتر في الاخر. السمكة لسه جاية امبارح من تايلاند تقريبا، فهي لسه مجهدة طبعا، وعلى بال ما تاكل وتتظبط بإذن الله تشوفوا مستوى تاني مختلف تماما. ده الحوض كله. اتمنى تكون حلقة خفيفة عجبتكم، اتكلمنا فيها عن حاجة بسيطة جدا، ازاي تعمل حوض فايتر منتهى السهولة وتقريبا بالتكاليف كلها. وده الشكل كله من بعيد، موضوع لطيف مش وحش خالص يعني. بس عشان نجيب سمكة نقدر نعيشها بالطريقة اللي احنا عايزين نعيشها بيها، المفروض تعيش بيها. اتمنى تكون كانت حلقة مفيدة، واشوفكم على خير قريب او بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.